غديري غديري بيعتنا غديري 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 بيعتنا غديري نعلنها إلك جينا يا الموعود والينا نعلنها إلك جينا يا الموعود والينا بيعتنا غديري بيعتنا غديري من زهر الحدايق فاح عطر المرتضى وعهده نرجس من شذا القداح يسحر كل قلب وده يسحر كل قلب وده ويتناغم صدى الأرواح صوت الأوحد ترده لا زال الأمل ما راح وانت للأمل عهده وانت للأمل عهده يا مهدينا يا مهدينا بوجودك يا مهدينا يا مهدينا يا مهدينا بوجودك يا مهدينا تمت كل معانينا يا الموعود والينا تمت كل معانينا يا الموعود والينا بيعتنا غديرية بيعتنا غديرية. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة المشاهدين الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم. عيد الغدير الأغر ويوم الغدير هذا العيد وهذا اليوم الذي وردت فيه الكثير الكثير من الأحاديث والروايات الشريفة والذي حفي بالكثير من الأمور التي يجب على المؤمنين فعلها إذا ما أرادوا إحياء هذا اليوم، يقف على رأسها إظهار الفرح والبهجة والسرور. المؤمنون اليوم خرجوا في بيعتهم وولائهم لأمير المؤمنين لرسالتين مهمتين يريدون إيصالها من خلال هذا الحضور وهذا التجمع. الرسالة الأولى هو إعلان البيعة والولاء لأمير المؤمنين لا لغيره مهما كان، والأمر الآخر هو الطلب من أمير المؤمنين بحق يوم الغدير وبحق الولاء والبيعة أن يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء. نخبة من الرواديد والشعراء والمثقفين والأدباء والكتاب وخدمة الإمام الحسين خرجوا في مدينة النجف الأشرف هذا اليوم في مسيرة ولائية غديرية إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يعلنون من خلالها البيعة والطاعة له وكذلك يتوسلون به إلى الله عز وجل في رفع هذا البلاء وهذا الوباء عن العالم برمته. كاميرا قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الفضائية واكبت هذه المسيرة وعدت لكم سادة المشاهدين الكرام هذا التقرير المصور، فكونوا معنا. سادتي المشاهدين الكرام، ضمن تغطيتنا لمسيرة العشق العلوي التي قام بها خدام ورواديد وخطباء المنبر إلى حرم أمير المؤمنين، يسرنا أن نلتقي مع السيد هاشم الغريفي. السلام عليكم سيدنا. السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. نهني ونبارك العالم الإسلامي ومراجعنا العظام بذكرى ولاية أمير المؤمنين صهر النبي بطل صفين زوج البتول أبا الحسن والحسين الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الولاية التي نصت في القرآن. بما أنه أنتم تشاركون في هذه المسيرة مسيرة العشق والولاء العلوي، ما الرسالة التي توجهونها في هذه المسيرة؟ أحسنت بارك الله بك. حقيقة قبل فترة انطلقت مسيرة العشق الحسين إلى كربلاء لإثبات وولاء واعتذار من سيدي وولائي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لانتهاء هذا الوباء، اعتذارا منا لانتهاء وشفاعة منا انتهاء المرض هذا الوباء الكورونا. وأيضا بنفس المنطلق انطلقت سوف تنطلق بعد قليل قافلة البيعة الحسينية البلعة العلوية لشفاعة سيدي ومولاي أمير المؤمنين للخلاص من هذا المرض مرض الوباء كورونا. وحتى من خارج النجف دعيناهم للالتحاق بهذه القافلة الحسينية القافلة العلوية المباركة لانطلاق إلى سيدي ومولاي أمير المؤمنين للشفاعة والتبرك والانتهاء من هذا المرض الوباء، وشكرا.
سادة المشاهدين الكرام، مستمرون في تغطيتنا لمسيرة العشق العلوي في مدينة النجف الأشرف، ويسرنا أن نلتقي مع أحد الأخوة المؤمنين المشاركين في هذه المسيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أنتم اليوم تشاركون في مسيرة ومتجهون إلى مدينة أمير المؤمنين، حدثني عن هذه المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بأحلى التهاني والتبريكات إلى مولانا بقية الله في أرضه الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعلى مولانا مراجعنا الكرام الأمة الإسلامية جمعاء، ونهنئكم وأنفسنا بمناسبة عيد الله عيد الغدير الأكبر ذكرى الولاية لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. حقيقة كل الشكر والتقدير لأخواننا خدمة الإمام الحسين مسيرة العشق الحسيني أهالي النجف الأشرف. جئنا من محافظة الديوانية ناحية المناوية بالتحديد إلى هذه المسيرة المباركة إلى صحن مولانا أمير المؤمنين، من جدد العهد والولاء لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام. بهذه المسيرة ما الرسالة التي توجهونها وماذا تريدون من الإمام أمير المؤمنين وأنتم تتوجهون إليه؟ حقيقة هذه مسيرة العشق الحسيني، كنا قبل 3 أيام سيرا على الأقدام إلى كربلاء، واليوم جئنا إلى مولانا أمير المؤمنين لنتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع ويدفع البلاء عنا وعن محبي أهل البيت عليهم السلام وعن بلاد المسلمين، ونجدد عهد الولاء والحب لمولانا أمير المؤمنين، ونقول له باقون على العهد إن شاء الله. أن من مشاركة معنا؟ حقيقة عندي بيت موال إلى أخي وأستاذي الشاعر الحسين الأستاذ علي عطية العابدي. كالفاح أبو الحسنين بالشداد، أبو الحسنين بالشداد، كالفاح عن قلبك تزول هموم، كالفاح ما يخرس أبد والله، كالفاح يندب يا علي حميل حمية. اللهم صل على الله. بداية مبارك عليكم في هذا عيد الغدير الأغر، سائلين من الباري العزيز القدير إن شاء الله الثابتين على ولاية المولى أبي الحسن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. حيدري قبلة أشعاري، حيدري روحي وأفكاري، حيدري قبلة أشعاري، حيدري روحي وأفكاري، أقسم بسنة نبينا أسرع وأكبر سفينة، حيدري 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 يا غيث السعادة ميمون الولادة، يا اليثيل وغالغالي والولي، يا سر العبادة وركان السيادة، يا شمعة أبي طالب يا علي، يا شمعة أبي طالب يا علي، يا إمام الرافضة احفظ أنصارك، يا إمام الرافضة احمي زوارك، يا إمام الرافضة احنا خطارك، احنا خطارك، والضيافة انت سيدها، والضيافة جودك وجدها، اقسم بحام الضعينة اسرع واكبر سفينة، حيدرية حيدرية. مشارك آخر في مسيرة العشق العلوي في مسيرة خدام أمير المؤمنين نلتقي به، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم عيد الغدير الأغر. الله يحفظك ويعطيك العافية على الجميع إن شاء الله. ماذا يمثل لك عيد الغدير الأغر وماذا تمثل المشاركة في هذه المسيرة إلى حرم أمير المؤمنين؟ عيد الغدير الأكبر وهو عيد جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهو
تنصيب ووصي أمير المؤمنين للمسلمين جميعا، وهو عيد الله الأكبر. فنهنئ الأمة الإسلامية، ومن هذا الأمر نهنئ القناتكم المباركة، وستنطلق بعد قليل خدام الحسين من رواديد وشعراء من جميع المحافظات إلى الإمام علي يباركون الأمة الإسلامية والمراجع العظام بهذا عيد الله الأغر، عيد الله الأكبر، وهي البيعة لأمير المؤمنين. وأسأل الله أن يرفع هذا الوباء والبلاء عن جميع بلاد المسلمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقول علي آدم، علي نوح، وعلي هارون، علي داود ويسنمان بينخون، علي يوسف ويحيى بصاي تيلوذون، علي أيوب، علي يعقوب، علي ذنون، علي كل الرسل بالضالة يعترفون. يا سامع شوف هذا الكون والبالكون، ثق واعتقد كل الحيدرة مديون، وباشر يا خلق بالحشر من توقفون، عن حيدر علي الكرار تنسألون، والميحب علي حشر ويفرعون، ومديونة والدنيا الحيدر، مديونة والدنيا الحيدر. سادة المشاهدين الكرام، الشعراء والرواديد والخطباء وكل خدام أمير المؤمنين يعلنون البيعة والطاعة والولاء لأمير المؤمنين، ويسألون الله عز وجل أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الوباء ببركة يوم الغدير الأغر. يسرنا أن نلتقي الآن مع أحد الشعراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حج عدنان العزيز. نبارك لكم عيد الغدير الأغر. أزف أجمل التهاني والتبركات إلى العالم الإسلامي كافة، وإلى شيعة أمير المؤمنين عليه السلام خاصة بحلول عيد الغدير الأغر. نسأل الله الثبات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. أنتم اليوم تعلنون البيعة والطاعة والولاء في للإمام أمير المؤمنين في يوم الغدير، ماذا يمثل لكم يوم الغدير، وماذا تريدون أن توصلوا من رسالة بهذه المسيرة؟ عيد الغدير مو يمثلني، هو عيد الله الأكبر، يوم تتويج أمير المؤمنين عليه السلام في غدير خم. والقرآن الكريم ذكر هذا الشيء في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ولاية أمير المؤمنين ولاية مصيرية، وهذا اليوم يمثل كل إنسان مؤمن. أمير المؤمنين هو أمير للمؤمنين، إحنا المؤمنين إن شاء الله بالولاية وولاية علي بن أبي طالب. أما المسيرة هي توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم العظيم وببركات أمير المؤمنين لرفع دفع البلاء والوباء، وأن يعافي ويشافي جميع المرضى. مشاركة منكم شيخ أحمد؟ خادم أنا، شيء بسيط يعني، أقول قصيدة، أبيات من قصيدة. علي بالقاع دمعة بالسم عيون، وللرايد يصلي حبه محراب، علي ويا الناس كلها تشوفه موجود، علي كل السهل بس صعبه ينجاب، أمير الفقرة حيدر والمساكين، وبوقت اليتامى كلها تنهاب، علي ما رجع مرة مدنق الراس، يرد حيدر وسيفه يقطر رقاب، الما يعرف علي من حقه معذور، علي هذا اللي هو اللي يشتم بحساب، وما أقنع علي مدفون بالقاع، معقول التراب يغطى بتراب؟ معقول التراب يغطى بتراب؟ بارك الله لكم. سادة المشاهدين الكرام، خدام الإمام الحسين، خدام أمير المؤمنين، هم كالأقمار ينتشرون في ربوع هذه المسيرة. يسرنا أن نلتقي مع أحد رواديد النجف المرموقين والبارعين، سيد علي الحجار. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، حياكم الله شيخنا. مبارك عليكم عيد الغدير الأغر. علينا وعليكم إن شاء الله، هذا عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر. نسأل الله الموفقية والثبات وشفاء المرضى من هذا الوباء بحق أمير المؤمنين، وهذه الأيام المباركة، وإحنا مقبلين بعد الغدير على أيام محرم إن شاء الله. الله يوفقكم يبارك بكم إن شاء الله. أنتم الآن تنطلقون بمسيرة إلى حرم أمير المؤمنين، ما الذي تريدون من الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ إحنا نريد الإمام بحق جاهة عند رب العالمين، إنه شون إنه توصل فكرة إنه بجاه أمير المؤمنين إنه ينزال هذا الوباء عن هذا الشعب المظلوم اللي عانى ما عانى، حتى نكون ولو احنا حتى وان كان الوباء راح تكون الخدمه مستمره، بس احنا نريد الوضع يكون مثل ما هو مثل ما كان، والخدمه مثل ما كانت واكثر بعد ببركه امير المؤمنين وبركه هذه الايام المباركه. هل من مشاركه ولو بسيط؟ خادم يا علم نعلاك، احنا للثريا نجف، وهمان ابو ظنون من طار محبتك نجف، ولو ما يا ابو حسين يوميه بضريحك نجف، جا حتى حسبات ناسيها ونسنا صحن، وصوات الهموم لو ما انت يا حيدر
صحن نعمة يا كرار شباتك نبوسة، وصحن يا أبا الحسن تاج منصوب عليها من نجف، يا أبا الحسن تاج منصوب عليها من نجف. أحسن الله عليكم وتقبل الله أعمالكم، والله يوفقكم أنتم قناتكم الموقرة وكادركم الموقر. الشكر لله. سادة المشاهدين، مشارك آخر، شيبة مؤمنة طيبة موالية لأمير المؤمنين تشارك في هذه المسيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم عيد الغدير الأغار. الله يعزك. نريد أن نسمع منك كلمة بحق عيد الغدير وبحق هذه المسيرة التي تشارك فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين. نهنئ العالم الإسلامي وشيعة أمير المؤمنين بتنصيب سيدي ومولاي أمير المؤمنين من قبل السماء، ونسأل من الله بحق محمد وآل محمد وهذه أيام المباركة أن يرفع عنا هذا الوباء. سادة المشاهدين الكرام، ستنطلق الآن قافلة العشق الحسيني، قافلة العشق العلوي، متجهة إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لتعلن بيعتها وطاعتها وولاءها لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأننا على العهد باقون ولن يمنعنا عن إقامة شعائرك أي شيء. وكذلك يطلبون من الله عز وجل ببركة يوم الغدير وعيد الغدير، يطلبون رفع البلاء والوباء عن هذه الأمة. ترفع هالوباء وانت سيد الأوصياء، ترفع هالوباء وانت سيد الأوصياء. ما يأمل بك هذا ما نريده، أمل بك هذا بعد نجف تجمع الشعائر. نجف صاح وكربلاء، انت سيد الأوصياء. نجف صاح وكربلاء، انت سيد الأوصياء. ريبيك هذا ما نريده، ما يأمن بك ما نريده. سادة المشاهدين الكرام، ها هم خدام أمير المؤمنين، أصواتهم وحناجرهم تصدح بحب أمير المؤمنين. الوفود التي جاءت من المدن المجاورة لمدينة النجف الأشرف أيضا يشاركون في هذه المسيرة، مسيرة العشق العلوي الولائي، وأهازيجهم وحناجرهم تصدح بالهتافات العلوية الحسينية لرفع الوباء والبلاء. إذن سادة المشاهدين الكرام، مجموعة بعد أخرى، كل مجموعة تحمل معها شعارا وهتافا خاصا بها، جميعها تحمل كلمات الحب والولاء والمحبة لأمير المؤمنين في يوم الغدير. كربلاء والنجف تجمع الشعائر، نجف صاح وكربلاء
هاي أبواق الفتن والطائفية جيت يخرسها صوت المرجعية هاي هاي أبواق الفتن والطائفية صحيت يخرسها صوت المرجعي قالت انقم العزاء وانت سيد الأوصية قالت انقم العزاء وانت سيد الأوصية ما يأمن بك هذا ما نريده إن ما يأمن بك هذا ما نريده يلي ردت الشمس رد المجالس يبكي المكبي يظل ينتظر عابس يلي ردت الشمس رد المجالس بابكي المكبي ينتظر عابس يعني جيل بهالولاء وانت سيد الأوصياء نادي جيل بهالولاء وانت سيد الأوصياء ما يأمن بك هذا ما نريده بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم أهل النجف خرجوا في مسيرة لحرم أمير المؤمنين، ما الرسالة التي تريدون إيصالها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بهذه المناسبة العظيمة ذكرى عيد الغدير الأغر، نسأل الله الثبات على هذه الولاية إن شاء الله وأن يتقبلنا أمير المؤمنين من شيعته ومن محبيه ومن مريديه ومن السائرين على نهجه المبارك. هذه المسيرة اليوم خرجت باسم خدام الحسين في مدينة النجف الأشرف، هو طلب الرحمة وطلب رفع الوباء إن شاء الله بجاه أمير المؤمنين عند الله. إن شاء الله ستقام المجالس وكذلك احتفالات يوم الغدير. إن شاء الله بشرط 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 لازم بحسب توجيهات المرجعية العليا في مدينة النجف الأشرف. إن شاء الله الشعب إن شاء الله كل المجتمع الحسيني راح يطبق تعاليم المرجعية بحذافرة حتى تكون إن شاء الله الرسالة واضحة لكل العالم إن شاء الله. شكرا شيخ كرار. نسأل العاقبة على خير إن شاء الله. شكرا. السلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله. مبارك الله. عليكم عيد الغدير الأغار. علينا وعليكم وعلى شيعة أمير المؤمنين وعلى الإمام المهدي وعلى كافة محبي أهل البيت في كافة أنحاء العالم. أنتم خدمة الإمام الحسين تخرجون الآن بهذه المسيرة، ما الذي تريدونه من الإمام أمير المؤمنين؟ نريد من الله عز وجل والإمام أمير المؤمنين أن يديم المجالس الحسينية والشعائر والمواكب وأن يحيون مناسبة عاشوراء إن شاء الله. ندعو من الله عز وجل بأمير المؤمنين عليه السلام أن لا يحرمنا من هذه المجالس والمواكب والشعائر في كل حين وفي كل، وأن يرفع هذا الوباء والبلاء عن شيعة أمير المؤمنين وعن الإسلام والمسلمين في كافة أنحاء العالم. نشكر كل المواكب والهيئات من النجف الأشرف وكربلاء، ونشكر كادر قناة المهدي الفضائية ومخرجيها ومصوريها ومقدميها، شكرا لكم. كربلائي كربلائي بالنجف رفرف لوائي، كربلائي كربلائي بالنجف رفرف لوائي، ورد من الغضيرية جنب اسم المرجعية بالغديرية ندائي، كربلائي كربلائي احنا انصار الشعائر نوقع بدم المناحر، هذا صوت الكربلائي للحسين ضل ولائي، هذا صوت الكربلائي للحسين ضل ولائي، من أجل دين الفدائي كربلائي كربلائي. سادة المشاهدين الكرام، بهذه الأصوات الحسينية العلوية التي تعالت
وتوجهت إلى حرم أمير المؤمنين معلنة الولاء والبيعة والطاعة وكذلك البقاء والثبات على إقامة شعائر أمير المؤمنين وشعائر الإمام الحسين، ويسألون من الله عز وجل ببركة هذا اليوم وببركة يوم الغدير وبحرمة أمير المؤمنين أن لا يحرمنا من إقامة الشعائر. نعم سنقيمها، ولكن التزاما بالتوجيهات التي أصدرتها المرجعية الدينية وكذلك اللجان الصحية المتخصصة لإقامة الشعائر، ولن نترك هذه الشعائر مهما كانت الظروف وتحت أي حال وفي كل زمان. كنا وإياكم سادتي المشاهدين الكرام حيث أعددنا لكم تقريرا مصورا عن مسيرة العشق الحسيني العلوي التي اتجهت في مدينة النجف الأشرف بمشاركة من أهالي محافظة النجف وكذلك المحافظات المجاورة الذين جاءوا إلى حرم أمير المؤمنين. أتمنى أن ألتقيكم في تغطيات وتقارير مصورة أخرى إلى ذلك الوقت. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.